السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمود سويلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الـ Quadratus Lamborum Block QL1 QL2 QL3 وآخر حاجة الـ Intramuscular Quadratus Lamborum Block، أو بعض الدكاترة بتقول عليه QL4. أهم حاجة إن أنا أظبط، أولا ده من الـ Advanced Block، تمام، وأهم حاجة إن أنا أظبط الـ Orientation بتاع السونار بتاعي مع النوب أو الماركر بتاعة البروب إنها تبقى الجزء ده Anterior. ليه؟ علشان الجزء الانتيري يبقى الانتير ابدومينال وول، والجزء البوستيرو بتاع الشاشه يبقى البوستيرو باك ماسل اللي هي اريكتور سباينيه، تمام. بحط البروب بتاعي ما بين الكوستال والإيلياك، تمام، بحطه هنا في النص، تمام، وببدا اظبط السونار بتاعي. اولا عندي الابدومينال ماسل الاكسترنال اوبليك الانترنال اوبليك الترانسفيرسس ابدومينس، تمام، وعندي اللي بيتحرك دي الباول، وجزء منها ورا بيبقى الكدني. هرجع بالسونار معايا كده لورا وهلاقي تغيرات في الشاشه هنقولها مع بعض. هو ده اللي انا مجرد هعمله، تمام. يبقى هاجي من قدام الابدومينال ماسل اهي وارجع لورا. اول ما ارجع لورا هلاقي ماسل عامله زي بوت شيب كده، تمام، دي اللي اسمها الكوادريتس لامبورم، وفي بياض قوي كده ده اللي اسمه الميدل ثراكولامبر فاش، ودي الاريكتور سباينيه، تمام. والمصل دي كلها، تمام، المصل دي كلها السوس مصل. هجيب انا فيو احلى تاني، استأذنك يا امام دوس فريز. دي اللي اسمها الشامروك ساين، عندي جزء من المصل، جزء الثاني، الجزء الثالث، تمام، والجزء الاسود ده اللي هو ترانسفيرس تروسس، والجزء ده الفيرتيبرال بادي. فالمصل دي كلها دي اللي اسمها الاريكتور سبايني، والجزء البياض ده اللي هو البوستيرو ثراكولامبر فاشيا، والجزء ده الميدل ثراكولامبر فاشيا، وهنا QL2. دي الكوادريتس لامبورم مع الابدومينال مصل، لو حقنت هنا فدي QL1، دي QL مع السوس، دي QL3، تمام. وهدفي ان انا احقن في البليم هنا مش احقن جوه السوس، لان لو حقنت جوه السوس هنا هنزل على اللي بتلمع زياده عن اللزوم دي اللي موجوده في التلت الوراني، كاني عملت لامبر بليكسس. ال QL4 ان انا احقن جوه ال QL مصل، يبقى QL1 ما بين الابدومينال مصل، تمام، مع ال QL، وقلنا الابدومينال مصل بتسلم الباك بال QL، ده هنا QL1، تمام. QL2 ما بين ال QL والإريكتور سباينين في هنا، تمام. QL3 او ترانس ماسكولار ان انا هخش واخرج من ال QL هنا، انترا ماسكولار اللي هي QL4 جوه هنا، فدي اللي اسمها الشامروك ساين. في ساين تانية انا عايز اوريها لكم، هدوس اون فريز. ده الترانسفيرس تروسس وده الفيرتيبرال بادي، وادي الاريكتور سبايني، وادي الكيو ال، وادي السوس. الترانسفيرس تروسس اللي بتمسك فيه الكيو ال مع الفيرتيبرال بادي بحب اسمي الجزء ده كده كانها ايه؟ ثامب اب ساين او رابت اير ساين، ده ودن الارنب وده ايه؟ بقيه الراس بتاعت الارنب، تمام؟ فبصوا معايا كام جزء، ادي الاريكتور سبايني وده الميدل ثراكولامبر فاشيا، ودي الـ QL وده السوس، تمام. تحس دي اسمها شامروك ساين اللي هي الورقه بتاعت الكوتشينا اللي بتتكون من ثلاث ايه؟ اجزاء. فادي اول جزء، ادي ثاني جزء، ادي ثالث جزء. هعمل سكان سريع ثاني، بحط السونار زي ما اتفقنا، ببدا بالابدومينال المصل، تمام. هلاقي عندي اكسترنال اوبليك، معلش هات ثاني يا امام. هبدا بالابدومينال المصل وهرجع كده، ده كل اللي انا هعمله، وهعمل مانيبيليشن كده، ده كل اللي انا هعمله، تمام. هبدا بالابدومينال مصل اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانسفيرسس ابدومينس، تمام. هرجع، قلنا الابدومينال مصل هتسلم الباك بمين؟ بالكيو ال، ادي الكيو ال، وقلت لك اظبط الاورينتيشن مع السونار ماركر بحيث ان ده الانتيرور يبقى في الجزء الشاشه الانتيرور، والبوستيرور
يبقى الباك ماسل. ادي الابدومينال ماسل هتسلم الباك بالايه بالكيو ال ماسل تمام. وادي الاريكترو سبايني وادي الجزء ده السوس والسواد ده الفيرتبرال بادي واللي عامل خط كده ده ترانسفيرس بلوسس تمام. يبقى دي اول ماسل اريكترو سبايني كيو ال السوس ساند على الفيرتبرال بادي. وقلنا التلت الوراني بيبقى فيه اللامبر بليكسس. حاول اجيب لكم اهي اللامبر بليكسس اهي جزء الايه اللي بتلمع زياده عن اللزوم دي التلت الورا من السورس باينه قوي ما شاء الله العين سونوجرافيك. ادي اول ماسل ريكتور سباينيه كيو ال السورس هنا كيو ال 1 هنا 2 في البلين ده 3 وهنا انترا ماسكولار 4 تمام. احنا هنحقن العين دلوقتي كيو ال 3 في البلين هنا تمام. فاحنا هنعمل فريز دلوقتي عقبال بس ايه ما عند حد يحقن لي ويساعدني. دوس فريز. طب دوس فريز على صوره كويسه. دوس ان فريز. فريز. تمام هندى حد بس. دوس ان فريز يا صديقي. هتساعديني بس تمام. ده الصواني ماشي. هزود الدبس بتاعي هقلله ماش عفوا وهزود خد نفس جامد بس خلاص هطبح ان اللوكال بتاعي دلوقتي. معلش 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 بياخد حرقان بسيط ويروح. اتفقنا. انا المفروض احقن في البلين ده تمام. انا قبل ما احقن مش عايز احقن جوه المصل السوس علشان ما ينزلش على اللامبر بليكسس فيعمل لي اللوكال بتاعي ينزل في اللامبر فيعمل لي موتور ويتنس. انا عايز احقنه في البلين ده بالظبط تحت الكيو ال والسوس ما بين الكيو ال والسوس. مش هتحس بحاجه خالص. اني 5 مللي اسحبي نيجاتيف 5 مللي. شايفين البلين بيرفع مصل لفوق اسمها الكيو ال وبينزل السورس لتحت بينزل السورس لتحت تمام. فانا فين في الاوبتيمم بلين. اني اشاور على الكيو ال وهي بتطلع يا امان اهو في تو بلين بيتفتحوا اهو تو بلين دول واحده بترفع كيو ال والثانيه بتنزل السورس. كل 5 مللي هنسحب. شاور على النيل يا امام. تب فوق سنه فوق اهي فوق فوق سنه ايوه هنا يا استاذ نادر.
في مصل بتترفع ومصل بتزق. ادي مصل وادي مصل وده اللوكال الجزء ما بينهم. شايفه امام؟ يعني لما حقنت هوا بان قوي. لا هنا ده ودي كيو ال ودي السوس وده البلين بتاعها. انا عايز ابقى بره البلين بتاع السوس، ازق السوس وارفع كيو ال. ايوه هو ده. شايف البلين اتفتح ازاي؟ اهو ده البلين بتاع كيو ال وده البلين بتاع السورس. لازم اكون ما بينهم، لان هفهمكم ليه لازم اكون في البلين ما بينهم. احنا خلصنا تمام؟ لا دوس اون 3 دوس 3. زي ما اتفقنا مع بعض ده الترانسفيرس بروسيس، ده الفيرتبرال بادي اللي بتلمع، دي اللامبر بليكسس، دي السورس تمام، ودي كيو ال. شايفين البلين بتاعها لفوق والبلين بتاع السورس لتحت، انا ما بينهم، زقيت كيو ال لفوق وزقيت كيو ال السورس لتحت تمام. هات كده يا امام، اعمل ايدك كده يا صديقي. دي الكيو ال ودي السورس وهنا اللامبر بليكسس تمام. انا المفروض احقن في البلين ما بينهم بحيث ان انا ارفع الكيو ال وازق السورس. اتس فيري ديفيكلت ان انا احطها في الاوبتيمم بلين. لو انا دخلت تحت السورس فانا وقعت اللوكال بتاعي نزل فين؟ على اللامبر بليكسس، فالعين هيشتكي بموتور ويكنس. لا انا بحقنه في الاوبتيمم بلين تمام، وارفع الكيو ال وانزل السورس لتحت تمام. احنا كده الحمد لله خلصنا شرح الكوادريتس لامبورم بلوك، ولو في اي اسئله قولها لي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.